القوى. بص النبي صلى الله عليه وسلم واحد مسافر يقول ايه؟ ايه دعاء السفر؟ ايه علاقة التقوى بدعاء السفر؟ اللهم انا نسألك في سفرنا هذا ايه؟ البر والتقوى. ليه؟ ايه علاقة البر والتقوى بالسفر؟ احكي لكم حكاية تفهموا منها الموضوع ده. شاب مصري لطيف بيقول لي انا كنت مسافر، يعني ايه؟ قررت اعمل معصية، المعصية دي عشان اعملها لازم اسافر. فايه؟ وانا كنت بدأت اسمع شوية ايات واحاديث، فايه يعني بدأت احفظ دعاء السفر وحاجة زي كده، بس انا حامل معصية، انا حامل معصية يعني. فبيقول فابتديت في اول الطريق فقلت ايه؟ اقول بقى دعاء السفر. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فابتدى ها، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا ايه؟ البر والتقوى. ايه اللي انا بقوله ده؟ فهو بيقول لقيت ان قدامي حاجة من ثلاثة، يا اما ما اقولش الدعاء لان انا مش رايح اتقي، انا عارف انا رايح اعمل ايه، فمش هقول الدعاء، يا اما اقوله وابقى كذاب، يا اما لف وارجع. بيقول لي لفيت ورجعت. فرحت قوي، قلت ايوه، ما هو النبي ما بيقولش حاجه الا وراها فايده، بس اللي يشغل دماغه. فبيقول لي ما بقتش بعد كده عارف اسافر عصري، لان اقولها ازاي؟ وبعدين طب افرض سافرت وما قلتش الحديث فربنا غضب عليا فحصل لي حاجه لاني عارفه وما قدرتش اقوله، طب افرض قلت وانا كذاب فحصل لي حاجه والسفر بيخوف برضه والطيران ومش لا يا عم. اللهم اني اسالك في سفري هذا البر والتقى. وغير كده وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيودع المسافر يسلم عليه يقول له ايه؟ زودك الله التقوى. ايه العلاقه؟ هي كده، هي التقوى دي اساس حركتك واساس ويجي للنساء ويديهم اهتمام خاص في حته التقوى لان هم ضعفاء، فيقوم قايل ايه؟ يا ايها الرجال او يا ايها النساء اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، ويوصي بالنساء قبل ما يموت بتقوى الله فيهم، توصية مخصوصة للستات. ويجي على التجار ويوصيهم برضو توصية مخصوصة. تحس ان التقوى دي عارف متغلغلة بس احنا ما بناخدش بالنا. الموضوع ده مهم قوي يا اخوان، هو موضوع مش موجود في حياتنا. ويمكن لو حد في الشارع قال لك اتقي الله تقول له بقول لك ايه انت بتشتمني؟ يعني ايه اتقي الله؟ هو انا مالي؟ يا جماعه دي الف بيه حياه. يجي للتجار ويديهم التجار اللي بيسمعونا، التجار ورجال الاعمال اللي بيسمعونا. دخل النبي الى السوق فقال يا معشر التجار، فرفعوا اعناقهم وابصارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ايه خير؟ قال ان التجار يحشرون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق. التجار يا تجار اسمعوا، ان التجار يحشرون يوم القيامة فجارا الا اللي يعمل ثلاث حاجات، الا من اتقى الله واحد، وبر كان بيبر الناس، وصدق ما كدبش في بضاعته عشان يحل البضاعة او عشان يضحك على عميل او يكتب تعاقد يحط جواه بند كده وهو عارف ان البند ده يخليه يخلص من البيعة لما يكون عايز يخلص منها. يا معشر التجار اتقوا الله فان التجار يحشرون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق. ويجي له واحد يقول له يا رسول الله من اكرم الناس؟ يقول اتقاهم. واكتر من كده وهو بيموت صلى الله عليه وسلم اخر حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، الحديث ده برضه دقيق جدا.